اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وانا التقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. في هذه الحلقه سنتحدث عن زياره مصطفى الكاظمي لمقر ما يعرف بالحج الشعبي. طبعا هذه الزياره تمت قبل ايام، وانتظرنا يعني تمر على الحدث هذا ايام لكي نتحدث به، لكي لا يفسر البعض حديثنا على انه عاطفي مثل ما يقول البعض او غير مستوعب لهذه الخطوة. مثل ما تعرفون أن كل أهل العراق والمتظاهرين بالذات، وحتى البعيدين عن العراق أو القريبين الذين يتابعون أوضاع العراق يعرفون أنه من عام 2003 لحد الآن واحدة من المشكلات الأساسية من مكونات الكارثة العراقية هي الميليشيات. يعني من أدخل العراق في فوضى، من خرب، من قتل، من هجر، من استباح كل شيء، من نهب، كانت الميليشيات لها اليد الطولة في هذا الموضوع، والكل كان يبحث عن الخلاص من هذه الميليشيات. والقرار كان دائما في أي حديث يتحدث عن خير العراق يقول يجب التخلص من الميليشيات، لأن بقاء الميليشيات يعني بقاء العراق في فوضى عارمة ومصيبة كبيرة. هذا الحقيقة، لذلك التظاهرات التي خرجت في 21 أول عام 2019 العام الماضي طالبت من البداية بإنهاء الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة. وهذا الموضوع طبعا مثل ما تعرفون أعزائي المشاهدين أثار الميليشيات بشكل كبير جدا، لذلك واجهت المتظاهرين من أول يوم بالقتل والتنكيل والاعتقالات والخطف، وشهدنا يعني من هذه الميليشيات أعمال كثيرة إجرامية كثيرة طالت المتظاهرين، حتى أن عدد الشهداء الذين سقطوا في هذه التظاهرات مثل ما هو معروف ربما يزيد على 1000 شهيد وأكثر من 30,000 جريح وآلاف من المختطفين والمغيبين. وكانت الثورة دائما ما تصر على إنهاء دور هذه الميليشيات، والميليشيات كانت دائما تفعل العكس لإثبات وجودها على الساحة وسيطرتها، وكان الجميع يقول أن العراق دولة ميليشيات. عندما جاء مصطفى الكاظمي قال بأنه يعني مطبلون له، قالوا بأن هذا الرجل سيسعى إلى إنهاء الميليشيات، سيحصر السلاح بيد الدولة، سيقدم قتلة المتظاهرين وهم من الميليشيات إلى العدالة، سيوقف الفاسدين والفاسدين. جزء من هذه المنظومة الكبيرة للفساد هي الميليشيات اللي تشكلها بكل الاتجاهات. والناس يعني المتظاهرين والثوار لم يصدقوا هذا الكلام، وجاء الوقت اللي أثبت فيه الكاظمي بعد أيام من توليه رئاسة الوزراء أن كل الكلام هذا الذي قيل والتطبيل الذي قيل مجرد كذبة كبيرة. والكذبة كشفت عندما ذهب مصطفى الكاظمي لزيارة مقر ما يعرف بالحشد الشعبي، ووصف ميليشيات، ليست زيارة فقط لكنه وصف ميليشياتها بأنها قرة عين العراق. هذا الإعلان الواضح حقق يعني توجهات بين توجهات الكاظمي وتوجهات حكومته، لا يعني لا غبار على ذلك، انتماء واضح لهذه الميليشيات، وأن هذه الميليشيات هي من رشحته وهي من ساندته وهي من ستسنده في الأيام القادمة. إذن المعادلة اختلفت، الصورة ظهرت على حقيقتها، ما عاد مصطفى الكاظمي مثل ما يطبل المطبلون وبعض الأقلام الأجهرة على أنه جاء مخلصا للعراق من كارثته، وكارثة العراق لا تنتهي إلا بالقضاء على الميليشيات. طبعا الكاظمي فعل شيئا لم يفعله ربما حتى كل رؤساء الوزارات السابقة وهم تبع للميليشيات، والميليشيات هي من أوصلتهم إلى كرسي الحكم، يعني من عادل عبد المهدي، حيدر العبادي، نور المالكي، لم يفعلوا مثل ما فعل مصطفى الكاظمي حين ارتدى نزع ثوبه، وبدل أن ينزع سلاح الميليشيات وارتدى ثوب الميليشيات وتفاخر بأنه يرتدي هذا الثوب. وهكذا فإن يعني إعلان مصطفى الكاظمي جاء بصراحة بأنه مع الفوضى، مع أحزاب الفساد والخراب والقتل والأجندات التي سلبت العراق إرادته لصالح إيران. يعني وهنا السؤال يعود مرة أخرى، هل سيكشف الكاظمي
حقا قتلت المتظاهرين ومغيبيهم وخاطفيهم وهم من الميليشيات التي زارها وقال عنها أنها قرة عين العراق وأعلن الولاء لها. هذا سؤال يجب على الناس على أهل العراق أن يجيبوا عنه. يبقى نقول ما هو ربما مضحك ومبكي في نفس الوقت، أن البعض يقول أنه من قام بمهاجمة المتظاهرين السلميين في ساحة التحرير في الخلاني وغيرها ليسوا من الحشد، وأن بعضهم لصق نفسه بهذه التسمية أو ألصقته بالحشد الشعبي جهات معروفة مثل ما يقولون هم. في هذا يعني سنذكركم بمشهد ربما واحد يكفي للدلالة على كذب هذا الادعاء. المشهد هذا من التظاهرات التي خرجت ضد السفارة الأمريكية وخطوا على الجدران عبارة يعني الخال مر من هنا، وهو نفس الخال الذي خطوا اسمه على جدران جراج السنك بعد أن قتلوا المتظاهرين. الميليشيات خطت الاسم على جراج السنك بعد أن قتلت المتظاهرين في ليلة دامية من ليالي إجرامهم الطويل في الخلاني في جراج السنك، ورفعوا لافتات باسمه نحن بإمرة الخال، وحتى بعبارة بكلمات بلهجة عراقية يدلل الخال. والخال هذا هو الخليفة للمهندس الذي قتل مع بغارة أمريكية مع قاسم سليماني، وهو في حقيقته أبو فدك عبد العزيز المحمداوي الذي هو من أبرز قيادات كتائب حزب الله في العراق، والذي كان جالسا في زيارة مصطفى الكاظمي إلى يمينه، كان إلى يمينه فالح الفياض ثم أبو فدك، وهذا واحد من أعتى المجرمين ومعروف بأنه ضد المتظاهرين وكان دائما ما يكيل المتظاهرين الشتائم والسباب ويرسل إليهم القتلة والمجرمين لينالوا منهم. ربما لم يبقى لي إلا أن أقول أن الزعيم غاندي يقول أن هناك سبعة أشياء أو سبعة أوصاف تعبر عن خراب أي طبقة حاكمة في العالم، وهذه السبعة أشياء هي السياسة بلا مبادئ، المتعة بلا ضمير، الثروة بلا عمل، المعرفة بلا قيم، التجارة بلا أخلاق، العلم بلا إنسانية، العبادة بلا صدق وتضحية. وهذه النقاط السبعة كلها تنطبق على من يحكمون العراق من ميليشيات وقوى حزبية لا تدين بالولاء للعراق، تدين بالولاء لأجندات خارجية وتسلب العراق حقه والعراقيين حقهم في الحياة وحق بلدهم في الحياة والنمو والازدهار. إلى هنا تنتهي حلقتنا، ألتقيكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم. We'll be right back.